الست العذراء لما جت مصر راحت بلد اسمها بلبيس. بلبيس دي تبع محافظة الشرقية. فلقت كده ركن يعني منزوي كده او يعني مستور عشان تردع ابنها. فراحت لقت كده حجر صغير وجنبيه حجر كبير. قعدت على الحجر الصغير وسندت دراعها على الحجر الايه الكبير. وبدت تردع ابنها. فعادة الطفل لما يردع من صدر امه بعد ما يشبع تلاقيه نطر صدر امه كده بقه خلاص انا ايه مش عاوز. فالطفل الالهي كان بيرضع وبعد ما شبع راح يعني شال بقه. فصدر الست العذراء جه كده ناحية الحجر فنزل نقطتين لبن على الحجر اللي هي ايه اللي هي ساند عليه. بيقول التاريخ ان نقطتين اللبن دول اول ما نزلوا على الحجر بدا الحجر يطلع فقيع كده فقيع فقيع فقيع. الحجر نضف خلال دقايق وبقى زجاج باللوري، يعني تحط ايدك من حجر الناحية دي تشوفها من هنا. وفضل الحجر ده، طبعا انتوا عارفين ان اللبن اللي كان بيرضعه الست العذراء ده قوت من يقوت العالم كله. فالست العذراء بصت كده لقت الحجر ده طبطبت عليه وباسته، قالت له انت مش جاي تنظف القلوب بس، ده انت حتى الحجارة هتنظفها كمان. وخدت ابنها ومشيت. وفضل الحجر ده مرمي في بلبيس لغاية ما جه نابليون مصر. عارفين نابليون طبعا، مش في السنكسار، ايوه ما احنا صعيدة بقى. نابليون ده بتاع الحملة الفرنسية على ايه على مصر. واخد الحجر ده معاه وداه فرنسا، موجود لغاية النهاردة في متحف اللوفر في باريس، ومكتوب عليه كده حجر بلبيس العائلة المقدسة. وصدق ولا بد ان ايه نقول حاجة قديم برضو. الست العذراء وهي جاية الصعيد تبارك بلادنا وصلت لغاية بعد البدرشين. عارفين فين البدرشين؟ بدرشين دي مركز من مراكز محافظة الجيزة. بعد البدرشين بحوالي 40 ميل. وهناك حصل حاجة غريبة، يعني عم يوسف بيجر لمؤاخذة بسلامته الحمار، وماشية سلومة اللي هي القابلة او الداية اللي كانت مع العائلة المقدسة، طلع عليهم راجل زنجي. عارفين عن ايه زنجي؟ ايوه اللي قال عنه الكتاب هل يغير الكوشي جلده. الكوشي او الزنجي هو الرجل الايه، طبعا الكوشي او الزنجي ده لو حطناه في الربسه لمدة شهر مش هيبيض، هيزداد لمعانا سوادا، او هيزداد سوادا لامعا، لكن عمره ما ايه ما هيبيض. فصاحبنا الاسود ده يظهر كان قلبه زي جسمه. بص لقى واحدة كده فتاة كده منورة وشكلها كده امور، ومعاها راجل كده عنده 96 97 سنة، وواحدة بتجر في نفسها جاية من بلاد الشام ورجليها مش شايلها بتتطوح. يعمل ايه؟ قرب عليهم زق عم يوسف، طبعا ما خدش في ايده، ده لو نفخ فيها يلزقوا في الحيطة. عم يوسف وقع وسلومة حطت ديلها في اسنانها. فضلت الست العذراء على الحمار، راح سحبها من هدومها ومسك هدوم الست العذراء وراح مزعها من النص. الست العذراء سترت نفسها بابنها ووقعت طبعا من قسوة الموقف، وقعت من على الحمار، لكن بصت للراجل ابو قلب اسود ده، اقصد الراجل ابو شكل اسود ده الغراب اللي طلع عليهم في السك ده، وقيت له روح ربنا يوقف نمو ايديك، ربنا يوقف نمو عقلك، عاجبك يا ابن اللي بيحصل ده؟ بيقول الخليفة المقريزي كاتب القصة دي في خططه في الجزء الرابع، بيقول ان حصل للراجل ده ضمور فوري في دراعته، يعني ايديه صغرت 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 لغاية بقت زي ايه دراع الطفل عمره شهر او شهرين، ما يقدرش يمسك ورقة. وحصل له
نوع من الخلل العقلي، لان التصرف اللي عمله ده تصرف معلوش الا واحد ايه مجنون. وانتابته حالة بكاء وفضل يبكي لمدة 18 سنة في الحتة دي لغاية ما مات. كلمة يبكي بالمصر القديم يعني اياط، اياط لغاية دلوقتي احنا بنقول فلان بي ايه بيقيط بيعيط يعني اياط. وفضل الراجل ده يرموله الاكل لمؤاخذة زي البوبي، ويحطوله المية في جردل زي الخروف، ويوطي يشرب وياكل وبندين يعيط. في الحتة دي اشتهرت بالراجل ده، واللي رايح واللي جاي يقولك ناحية الراجل الايه العياط. وفضلت العياط لغاية النهاردة، وبقت مدينة كبيرة اسمها العياط. وفضلت العدرة زعلان من العياط لغاية ما صلحها ربنا يديم حياة سيدنا وابوته ورئاسة كهنوته، وصلحها سيدنا الانبا دوماديوس مطران الجيزة، وعمل لها كنيسة في العياط بعد 7 مرات يا سيدنا. يشتري سيدنا الارض ويحط له جنبها مانع، وربنا رزقه بواحد من ولاده عمل مصنع ملابس او مصنع جيجي للملابس الجاهزة، والمصنع فشل وباعه لسيدنا. سيدنا رضي به وعمله كنيسة، وبقت كنيسة الست العدرة فين؟ واخيرا اصطلحت العدرة مع مدينة الايه العياط. وصدق ولا بد ان ايه، طبعا دي تاريخ وجديد، نقول جديد، نقول جديد جديد عن الست العدرة. خلينا هنا، عيلة في اسوان متدينة جدا وبتحب ربنا قوي، ويحبوا الست العدرة، يحبوا الست العدرة. يعني انا الاسبوع اللي فات ده جاني واحد دكتور بيقول لي يا ابونا حاليني هشرب لبن، مع اني انا يعني قلت له يعني يا دكتور ده الصيام العدرة. قال لي شوف يا ابونا هقول لك على حاجة، انا ممكن افطر الجمعة العظيمة لكن ما اقدرش ما اصوم الا الست العدرة. يا هي العدرة بتحب الكل والكل بيحبوها، هنعمل ايه بقى؟ فالعيلة اللي في اسوان دي بتحب العدرة قوي، وراجل اسمه عم عطلة، راجل بسيط، ومراته اسمها ماما تفيده، ست طيبة خالص وبتحب ربنا خالص. لكن ماما تفيده نايمة وجت لها العدرة في ليلة، قالت لها يا تفيده، قالت لها مين انتي؟ قالت لها انا العدرة ام يسوع. قالت لها ام المخلص يا حبيبتي يا عدرة. قالت لها بص بص هقولك على كلمتين بس، انت هتحملي وهتجيبي ولد، والولد ده توهبهولي. كلمة صعبة دي، لكن يظهر كلمة توهبهولي عند الصعايدة او عند بعض الصعايدة ما يعرفوش ايه يقولوها. فصحيت خالت تفيدة بتقول لجوزها يا عطلة مش العذرة ظهرت لي؟ قال لها ايه وقيت لك ايه؟ قالت لي ان انا هجيب واد. قال لها يا شيخ ما كفاية عندنا عيال كتير. قلت له لا دي جيت لي هجيب واد، وهات هات هات مش عارف مش عارف هات هات حاجة كده مش عارف اقولها يا عطلة. قال لها بس لما يجي الواد يبقى ايه يحل لها 100 حلال. وحملت خالت تفيدة، وقبل ما تولد بعشرة 15 يوم ظهرت لها ايه الست العذرة. قالت لها فكراني يا تفيدة؟ قالت لها مين؟ قالت لها انا العذرة. قالت لها ام النور ام يسوع. قالت لها اوعي تنسي الواد هتوهبه. قالت لها يا عذرة انا مش معرفتش اقول لعطلة الكلمة، كلمة صعبة. قالت لها اقولك ادهوني هبة. قالت لها يعني اسميه هبة؟ قالت لها انت بس قولي لجوزك وهو ايه هيعرف. ولدت خالت تفيده، وقلت له اقول لك يا عطلة نسميه هبة؟ ما ينفعش. طب نسميه وهبة؟ عم عطلة راجل طيب، على ما راح مكتب الصحة نسي كلمة وهبة. فالراجل بتاع مكتب الصحة هتسميه ايه؟ قال له هو يا ابني اصل الواد ده بتاع الست العدرة، هو اقول لك اكتب هي كلمة قريبة اقول لك سميه وهيب. سماه ايه؟ وهيب. كبر بسلامته وهيب، ويحب الكنيسة زي الولاد الحلوين بتوع الكورال كده، وبقى عمره 9 سنين. وعمره 9 سنين حلم العدرة مازال في فكر مين؟ في فكر مامته، ماما تفيدة دي. كبر وحلم حلم. ايه الحلم اللي حلمه؟ حلم انه في اوضة وسرير سفري في النص، ومتعلق فوق السرير كده شوية
سورة للست العذراء، ورص كتب كبير قوي، كتب 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 كتب، وفي عمة اسقف فوق الكتب. وشاف الحلم ابونا اسمه ابونا حنة بتاع اسوان، بيقول له يا ابونا شايف؟ قال له ايوه. قال له دي عمة مطران ولا عمة اسقف؟ قال له دي عمة اسقف يا ابني. قال له طب دي بتاعت مين؟ قال له دي بتاعتك انت. ده عمره كام؟ 9 سنين. قال له انا هبقى اسقف؟ قال له ايوه. قال له اسقف على ايه؟ قال له ما وين يا ابني، اسقف على الكتب، مش عمتك موجودة على الكتب، هتبقى اسقف على الايه؟ هو زمان كنا نعرف اسقف على الكتب، يعني ايه اسقف على الكتب؟ لا شفناها ولا سمعناها قبل كده. كبر وهيب، دخل الكلية الاكليريكية، عمل دكتوراه، والبابا كرول استدعاء، قال له تعالى يا دكتور انت. قال له نعم يا سيدنا. قال له انت تروح تترهبن؟ قال له في الدير اللي تختاره. بابا كرول سكت كده وغمض عينيه، قال له ايه راك يا ابني في الست العذراء في الدير المحرق؟ فضحك الدكتور وهيب، قال له هو المطلوب يا سيدنا. بتضحك على ايه يا دكتور؟ قال له ده موضوع طويل يا سيدنا، محتاج ابقى اقعد معاك واقول لك عليه. اصل انا من قبل ما اتولد وانا امي وهباني بناء على طلب الست العذراء ان اكون ابن للعذراء. راح هناك، خدوا ابونا رئيس الدير الله ينحي نفسه ابونا قزمان بتراب القطر على الكنيسة، ونيموا ورهبنوا على طول في اول ساعة لوصول الدير، لانه موهوب للست الايه؟ العذراء. وهو بعد كده اللي بقى نيافة الانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي على الكتب. ما البحث العلمي والدراسات القبطية والثقافة القبطية ومعهد الدراسات واللاهوت والناسوت وكل ده، وكله اسمه ايه؟ كتب، مش كده ولا ايه؟ صدق ولا بد ان ايه؟ اتكلمنا امبارح في صدق ولا بد ان تصدق عن الست العذراء، وقلنا للادي هنتكلم عن عصاية عم ايه؟ عم يوسف. ان حبينا نتكلم عن عصاية عم يوسف نرجع لاختيار الست العذراء ليوسف، او اختيار يوسف للست العذراء. الست العذراء كانت نذيره وعايشه في الهيكل، وجه وقت معين، بيجي وقت البنات يجي لها ظرف لازم تطلع من الهيكل. كان من العاده ان الاهالي ياخدوا عيالهم، البنت تروح عند امها، عند ستها، عند خالتها، عند عمتها، لكن العذراء هتروح فين؟ كان يجي يوم السبت كل واحدة ليها ناس، اللي ملهاش ناس وكانت تقعد لوحديها جوا الهيكل عابدة تقول له أنا كل الناس ليها ناس إلا أنا مليش إلا أنت. ولما جه وقت تخرج ما لقوش حد ياخدها. صدقوني بيني ما بينكو كده، أنا صعبان عليا من الخالة إليصابات. ليه؟ لأنها كانت قريبة للعذراء وبرضو ما خدتهاش. عكس العذراء بقى، لما سمعت ان اليصابات حامل، وانت يا مريم قلت مش مهم، انا اروح الحق الخاله العجوزه دي اخدمها عشان ربنا يكمل لها على ايه؟ على خير. شفتوا الفرق؟ مع ان الكتاب يقول عن اليصابات وزكريا وكان كلاهما بارين، لكن ده ما يلغيش الضعف البشري، ان جميعنا في الموازين الى ايه؟ الى فوق. فعملوا ايه؟ عملوا قرعة. القرعة تتم ازاي؟ كل واحد عاوز مريم يسيب العصاية يبيتوها في الهيكل، والصبحية يعملوا قرعة. عم يوسف كان في ده عصاية. يقول التاريخ عن عم يوسف، عم يوسف ده مش واحد وبس، ده راجل نجار. يعني ايه نجار؟ يعني قسطة، يعني يعرف الخشب، يمسك العصاية كده يقول لك اه دي شجر رمان، الخشبة دي زان، الخشبة دي سويد، الخشبة دي. فراجل كان يعرف. وكان زمان العصاية دي قيمة الراجل، يعني كان واحد يمسك عصاية أبانوس، واحد يمسك عصاية عاج، واحد يمسك عصاية سن فيل، كل واحد وإيه وقيمته. عم يوسف العصاية بتاعته بيقول عنها التاريخ إنها كانت من أشجار يافا، ويافا كانت مشهورة بزراعة البلسان، البلسم يعني، وكانت عيدان البلسم جامدة، وعصاية كانت حتى ريحتها جميلة، وعود مسلوب لما ينشب يبقى تمام. عم يوسف راح
وطبعا راجل نجار عرف يصنفر العصاية كويس. يعني احنا هنوصي النجار على العصاية بتاعته ولا هيبقى باب النجار مخلع؟ عم يوسف راجل عجوز راح ساب العصاية جوه الهيكل، والصبحية راح يضربوا القرعة، ركنين كل عصاية في ناحية، هم 7-8-10 اللي متقدمين وكلهم كسر وناس عواجيز، مفهمش حد يعني في الرمق يقولوا اه ده كويس ندهاله، لا احتاروا قالوا نعمل قرعة وهي ونصيبها. دخلوا لقوا العصاية اللي مصنفرها عم يوسف مطلعة فرع بلسان بريحة حلوة صغير. يا عم يوسف العصاية دي معاك لها كم سنة؟ قال معرفش، يمكن 15 يمكن 20 يمكن يزيد، مش 15 يوم 15 سنة. طيب يا عم يوسف ده العصاية بتاعتك طلعت ايه؟ العصاية دي اشتركت في اختيار الست العدرة، عشان كده العصاية دي زودت غلاوة عند مين؟ عند عم يوسف. المهم طبعا انا يعني انتوا عارفين بقية الحدوتة، اني بصوا لقوا حمامة عمال تلف واستقرت وقفت على عصاية عم يوسف، قالوا برضي عشان نبر ذمتنا، لان البنية 13 سنة ونص وهو 94 سنة نعمل جرعة. عملوا الجرعة، طلعت الجرعة على مين؟ على عم يوسف. مسك عصايته ويشم فيها ومروح كده، مالك يا عم يوسف؟ فل في ايدك وفل وراك، فل العصايا وفل العدرة، بيضلك في القفص، ختمت لك يا عم يوسف حقيقي. وماشي كده وراه الست العدرة، والست العدرة ماشية كده وتغطي نفسها بترح، تقول له يا سي عم يوسف، يقول له ايوه يا بنتي، تقول له هو عندك دار؟ يقول له طب يا بنتي هو انا عايش في الشارع، يعني ليه بوابة يا عم يوسف؟ ايوه يا بنتي هو انا عايش في الشارع. بجد يا عم يوسف؟ بتسأل على ايه يا مريم؟ مريم مش بتسأل على اوضة نوم وجهتها بحري، مريم مش بتسأل على اوضة صالون مدهب، مريم بتسأل على باب مقفول عشان تصلي، بتدور على محراب، بتدور على مكان عبادة. ياما قصور مليانة شرور وياما أكواخ مليانة بر. عشان كده الست العدرة لما دخلت قلت له حلو حلو يا عم يوسف، يا سلام يا عم يوسف، حاجة حلوة خالص ونعمة كبيرة من عند ربنا. قال لها مبسوطة؟ قلت له لا ده أنا هصلي في الحتة دي يا عم يوسف. قال لها حلو يا بنتي صلي زي ما انت عايزة. عشان كده بيت يوسف اتحول الى هيكل. يعني ايه اتحول الى هيكل؟ الملاك لما ظهر للعذراء ظهر لها في الهيكل ولا ظهر لها في بيت يوسف؟ الملاك ظهر في بيت يوسف، يبقى بيت يوسف بقى ايه؟ بقى هيكل. سلام لك ايتها الممتلئة ايه؟ نعمة الرب معك. في بيت النجار؟ طب ما هو في بيتك يا رب. لا، حيثما وجد القديسين اتقدس. القديسين هم اللي يقدسوا المكان، مش المكان يقدس القديسين. لا، علشان كده ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الرب. فين؟ في البرية برا لما طلع يعقوب. عشان كده عايز اقول لك عم يوسف خد الست العدرة وكان فرحان وحطت العصايه ورا الباب، وكل شويه يمسك العصايه يقول لها يا غاليه ياللي اتكلمت بالريحه والفرح وطلعت من جواكي دليل ان مريم تكون من نصيب. عصايه غاليه ولا مش غاليه؟ لكن صدق، ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. مش عم يوسف واخد العصايه بتاعته وفي الرحله بتاعته وصل الى المطريه. في المطريه اتكلمنا امبارح وقلنا كان في شجرة جميز كبيرة نام تحتها عم يوسف وخد له غفوة، وعم يوسف وكانت الست العدرة راحت تطلب تاكل من الناس، شايفة كده ناس عندهم فرن والفرن كده يظهر. الفرن كان ايام زمان كانت بتبقى بره البيوت في الهوا، ويا ست اديني لقمة، ده انا غريبة عبرت سبيل، ده انا مش من هنا. الست كان قلبها قاسي بتاعت المطرية، قالت لها يلا يا اختي بطل شغل الشحاتة واتكل على الله، ما عندناش، اتفضل امشي من هنا. وزقت الست العدرة. يعني بيقول التاريخ كده ان العدرة من زعلها وكسر خاطرها وهي جعانة الطرحة اللي اتدلدلت من على دماغها كده شوية،
فقلت لهم روحوا إله البعد ما يخمر لكم عجين. الحتة دي موجودة لغاية النهاردة، حي في المطرية عند شارع المطراوي قرب المسلة وشق التعبان، لا تلاقوا فيه فرن بلدي ولا فرن فرنجي ولا محل بيتزا ولا حاجة تختمر في الحتة دي. ومعروفة ان الحتة دي ما يتعملش فيها فران لان ما فيهاش عجين ايه بيخمر لغاية ايه لغاية النهاردة. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. رجعت العدرة لعم يوسف قلت له مدقوم عطشانة وروحي مهفت علي نفس اشرب وجعانة عايز اكل، مدقوم تعمل لك مروة يا عم يوسف شوف لك. فقام عم يوسف بيدور على العصايه بتاعته، أتاري الطفل يسوع كان عمره في الوقت ده سنتين، مسك العصايه من هنا ومن هنا العصايه الناشفه اللي ليها مع عم يوسف سنين، وراح طبعا الناشف في ايد يسوع يجرى له ايه يطرى، كل شيء في يده مستطاع. لف العصايه اتقطمت اتنين، ولما اتقطمت اتنين امه عطشانه فمسك العصايه مجوز وراح عمل دايره كده، جوه الدايره بدا التراب ينزل 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 وتفجر ينبوع ميه موجود في المطريه لغايه النهارده قرب شجره مريم اللي هو يسوع حدده بالعصايه لما ايه لما كسرها. جي بعيد عنهم كده بحوالي 200 متر يسوع جيري كده وطفل صغير وراح فصل العصايتين وراح نكتهم في التراب وبدا ياخد ميه ويسقي العصايتين. ناموا تحت ليلتين، تاني ليله تالت ليله يسوع سحب امه راحت لقت العصايتين خدروا وطلعوا نوع من البلسم ريحته حلوه، ولما كبر شويه بدا الهوا يطرح في البلسم بقى الحوض ده اسمه حوض البلسم، وفضل لغايه سنه 1956 1956 حوض كبير او اسمه حوض البلسم اللي زرعه مين؟ الطفل يسوع اللي كان اصلا ايه عصاية عم يوسف، وبعدين هو اللي سقاه. لكن تحية تقدير لحكومتنا المجيدة ازالت حوض البلسم وعملت مساكن شعبية موجودة لغاية النهاردة اسمها مساكن البلسم، موجودة لغاية النهاردة عشان يذكرونا بحزن ووجع قلب انهم شالوا البلسن وحطوا مساكن شعبية وكل يوم تطفح فيها المجاري وراح البلسم. لكن الشوارع لغاية النهاردة الشوارع حواليها شارع البلسان شارع البلسم شارع حوض البلسم، وده أصلا يرجع سببه لعمل الرب يسوع والعائلة المقدسة والست العذراء. وصدق ولا بد أن إيه نقول تاني ولا كفاية. طيب جم بعض الوفود الأرمينية والحبشية حبوا ياخدوا فرع من شجرة مريم تذكار عندهم، يعني بعض الناس بتحب كده تاخد بركة زي ما عملت الملكة منليك ملكة أثيوبيا أم الإمبراطور هيلاسلاسي، بعتت في يوم من الأيام 50 جمل من أثيوبيا لمصر، حملوا تراب من الدير المحرق من جنب الدير على شويلة وخدوه هناك وخلطوه بمواد البناء وعملت كاتدرائية موجودة لغاية النهاردة في اكسوم في اثيوبيا اسمها كاتدرائية جبل قسقام، لانها بعتت خدت تراب ورملة منين من جنب الدير المحرق. في ناس كده يحب ياخدوا بركة، فجم الجماعة دول وحبوا يقطعوا فرع عشان ياخدوا بركة، مسكوا الفاس اول ما نتشوا الفاس في الشجرة كتب الاهرام والاخبار والجمهورية كتبوا يقولون شجرة مريم تبكي دما حينما طعنت بالفاس. دي شجرة غالية على الست العذراء ولغاية النهاردة اسمها شجرة ايه شجرة مريم. وهقول ايه هقول صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. اقول كمان طيب هقول طيب الست العذراء لما مشيت ناحية المعادي وسابت مصر القديمة طبعا عدت على محطات الزيتون وابو سرجة والكلام ده كله، والمهم وسط عند المعادي. طبعا انتوا عارفين المعادي سموها معادي ليه ولا ما تعرفوش؟ المعادي كان حتة دي مليانة مراكب بيعدوا بيها النيل، ف
فالمركب يسموها المعدية، وجمع معدية معادي، مش كده ولا ايه؟ يشوف الحتة النهاردة المعادي الشقة فيها بنص مليون جنيه دلوقتي، طبعا حتة مش عدت فيها الست العدرة تسوى اكتر من كده. المهم يعني عدوا وراحوا نزلوا الى جنوب مصر، الى ان وصلوا ناحية جنوب البدرشين بحوالي يمكن 30 ميل. وهناك لمؤاخذة هم ماشيين خالة سلومة حط قفة الهدوم او سرة الهدوم فوق دماغها، والست العذراء راكبة على الحمار، وعم يوسف استعدل له حتة خشبة بدل اللي زرعها يسوع، وماشي بيسند عم يوسف. شافهم واحد زنجي، والقصة دي مرجعها عشان ابونا بشوي يحب يعرف المرجع، مرجعها الخطط المقريزية للخليفة المقريزي، وده مؤرخ مسلم بس يكتب حيادي ارضاء لوجه الله. فالقصة دي اللي بحكيها مش موجودة في مرجع مسيحي، لكن اللي كتبها الخليفة المقريزي. المهم وهو ماشي فطلع عليهم راجل زنجي في توة كده، فشاف بنورة أمورة سنيورة ايه ده، وشايل عيل جميل ومعاهم واحدة كده شايلة قفة وراجل، قال لهم الراجل ده، فراح زائق عم يوسف قال له يا عم روح ده انا لا. عم يوسف اتكعور طبعا، راجل 95 96 سنة هيعمل ايه قدام واحد في توة. خلت سلومة رمت السرة بتاعت الهدوم وديلها في اسنانها وسابت مريم مع الحمر ومشيت. فما كان من الرجل الزنجي الا مسك السدرة الست العذراء من هدومها وراح شدها على الارض. هي طبعا كان كل اللي يهمها ابنها، فحضنت ابنها عايزة تقع هي على ظهرها، المهم ما تقعش وابنها ايه، لكن يظهر الشدة كانت شديدة، والراجل ده كان راجل عفي، فراح شدها لفوق من الارض وراح جاب لها الهدوم لغاية الديل. شوف العذراء لما واحد يعريها، بصت له العذراء وبغضب وراحت ستر نفسها وسترت ابنها وسترت صدرها وقالت للرجل روح، إلهي ربنا يوقف نمو إيدك البعيد ونمو عقلك. الراجل ده يذكر الخليفة المقريزي في الخطط المقريزية الجزء الرابع صفحة 427 أن الراجل ده صوابعينه بدت تفس بيخرج منها هواء، وإيديه فضلوا يصغروا زي ما يكون طفل أو معوق ما يقدرش يمسك حاجة. وفي الوقت نفسه أصيب ببلاهة يعني تخلف، وفضل يبكي، أهله حاولوا ياخدوه من الحتة دي أبدا، فضل يبكي قد إيه، قعد يبكي 18 سنة لغاية ما مات. بس كلمة بكاء في الفرعوني على أيام المسيح إياط يعني بكاء. فكان اللي عنده أرض يقول له أرضك فين، يقول له عارف الراجل الإياط، الراجل اللي هو إيه بيعيط، أنا أرضنا بعدين. لكن أهله جم سكنوا في الحتة دي لأنه كان مؤاخذة يحط له أكله، كان يوطي يأكل زي البوبي ما يقدرش يمسك. العذراء غضبان عليه والمسيح طبعا مش راضي على اللي حصل. المهم فضلت الحتة دي عمرت وبقت مساكن وبقت مدينة، وبقت مدينة طلع عياط موجودة لغاية النهاردة. صدق ولا بد أن تصدق. مدينة العياط دلوقتي تابعة لمحافظة 6 أكتوبر، تابعة لمحافظة، احنا مترنيتنا صار اسمها مترنية محافظات الجيزة وأكتوبر وجنوب حلوان وشمال بني سويف وشرق الفيوم، كل المحافظات دي لينا فيها كنايس. وصدق ولا بد أن طبعا من ساعة ونص تباركت بقعدة مع سيدنا، لقيت سيدنا بيقول لي نسيب يا ابونا قدسك عشان تريح لانك جاي من مصر. طبعا لازم اريح، مش جاي في طيارة وطيارة مكيفة وعربية من المطار لغاية هنا وابونا جاي. طبعا بعد كده يعني تعبان، امال اللي جت من بلاد الشام راكبة حمار وشايلة على صدرها
معلش التعب بتاع الرحلة دي يتوصف ازاي؟ فكركوا كانت سالكة السكة؟ ما طلعش عليهم حرامي؟ ما طلعش عليهم قطاع طريق؟ ده حتى لما نزلت العمار قعدت كده جنب الحيط مسكينة مسكينة عايشة حياة مرة وبتشطف ابنها كده بشوية مية. طلعت لها واحدة بقى من بتوع المطرية، انتوا بتوع المطرية؟ قالت لي يا اختي اللي بترشيه هنا الاصفر ده امي روحي بعيد عننا. انت ما تزعليش. فراحت كبة شوية المية دول جنب الحيط، فبصت كده لقت حاجة خضرة بتطلع كده بسرعة بسرعة بسرعة، وفتحت كده وطلعت ريحة حلوة، الوساخة الصفرة بتاعت ابنها طلعت شجر الايه؟ شجر البلسم. بنقولها في كياك وفي المطرية حموه، فطلع شجر البلسم منه الميرون صنعوه. اسمع يا جماعة بيضبوا في الكنيسة لازم تكونوا واعيين للكلام اللي بتقوله الكنيسة، لكن الست العادلة يزقوها كده تروح، تروح الناحية دي تروح. يا سلام يا سلام على لما راحت، لما راحت مثلا نواحي مصر القديمة، وهناك في مصر القديمة شافت مرار وتخبت في عند ابو سرجة، وطلعت ناحية المعادي عشان تركب المعادية. وعلى فكرة حي المعادي اسمه المعادي علشان كانت قدامه في البحر المعديات بتاعت البحر يعني. فركبت من هناك الست العدرة، وفي الحتة دي اتقابلت مع ناس قالوا لها الحقي مش انت اللي بيدور على ده، هم هنا فين؟ او قربوا يوصلوا مصر القديمة. خدت بعضها امشي يا عم ابوس ايدك اطلعني من هنا، مرار المرار. تروح طل بسطة، الأصنام اللي نصبينها بيعبدوها كانوا يعبدوا القطة لمؤاخذة يعني في التعبير، وحاطين القطة على ستاند كده، أول ما دخلت بيه طل بسطة القطط اللي عاملينها الحجارة راحت واقعة، دوروا مين السبب، شوفوا الست اللي معاها الولد من يوم ما دخلت وآهاتنا اتكسرت رقبتها، هاتوا الست ده ودوروا عليها. تقدر تقول لي انت ليك بيت؟ يا سلام تكوني والده كده وتقول لك اصل فتره النقاهه، تعمل ايه دي؟ تعمل ايه دي في المرار اللي عاشته دي؟ وعاشت وراحت فين؟ وعاشت في جبل قسقام، وهناك في جبل قسقام عم يوسف عاش معاها لغايه ما جاله الملاك، وبعدين بدت العائله المقدسه ترجع في رحله، رحله كلها شقاء، كلها مزلة، كلها هوان، كلها تعب. ولما يرجع يسكن في الناصرة عشان يقولوا ايه؟ أمن الناصرة. هي لسه ناقصة حتى البلد اللي يسكن فيها تبقى معيارة. هي الست العدرة كده عاشت في معصرة المرار، جازت التجربة بكل ما فيها من لهيب وعذاب. العذراء في تطور حياتها، لكن العذراء في رسالتها اللي عاشتها مع المسيح رسالة خلاصنا. عايز أقول كلمتين صغيرين في النقطة التانية دي. أي أم تقدر تتحمل تشوف ابنها بيضرب بالكرباج قدام عينيها وهو لم يصنع شرا؟ كان في واحدة اسمها أدينة، مش دينا، أدينا، بنت واحد اسمه عاموس الرابي. عاموس ده ابن سمعان، وسمعان ده كان واحد من اللي اشتركوا الترجمة السبعينية. أدينا دي كانت دارسة باحثة يعني، وراحت عاشت في فلسطين في الأسبوع اللي حصل فيه ده. وبتوصف الست العذراء بتقول لأبوها في رسالة، الرسالة دي موجودة عندي، بتقول له يا أبي رأيت الجنود حينما هموا بصلب يسوع شاءوا أن يشقوا الثوب، الثوب اللي المسيح كان لابسه اللي دخل بيه أورشليم. الثوب ده أصلا ما كانش بتاعه، الثوب ده لما المسيح قوم لعازر فكان مريم ومرثا مجهزين له حاجة كده يجوزوا فيها أخوهم، حلوة كده عاملينها بالخيط بالغزل يعني، فالغزل ده لما كده يفكر إيه الخيط يكر، فما ينفعش يتشق زي بقية الهدوم. فعطول يسوع يعني كنوع من الكرامة والشكر، فيسوع دخل أورشليم فلبس التوب ده، فلما حبوا يشقوه ما ينفعش يتشق، فيعملوا ايه؟ العساكر ضربوا بعض. طب نعمل ايه؟ نعمل قرعة حتى هدومه
وبعدين بتقول أدينا إنها دفعت فلوس واشترت التوب بتاع مين؟ بتاع يسوع. وراحت مسلمه للست العذراء قالت لها لا تحزني هذا ثوب ابنك. بتقول أدينا بعد كده لقد استرديت الثوب بعد 6 ساعات فقط، استرديته مبلولا تتساقط منه دموع. اي دموع اللي كانت بتنزلها العذراء دي؟ كمها قد ايه؟ حجمها ايه؟ لكن عايز اقول النهارده برضه هرجع واقول العالم كله يفرح لقبوله الخلاص، والعذراء عمال تسح وبتبكي شريكه لينا فعل الخلاص. اتحملت هي يعني قلبها مش من قلب ابنها؟ هوذا انا امة الرب تبتهج روحي بالله مخلصي، فرحانه بالخلاص لكن مش قادره. لما يرفعوا المسيح وبيحطوا لمؤاخذه المسمار في ايده، والمسمار ده زمان ما كانش مسمار يعني جاي من شركه سجال دلوقتي مجفلط وملمع وله راس كده يعني حلوه، لا كان مسمار بلدي بيتعمل في النار وبيبقى مربع وبيبقى كل ناحيه فيه مجوفه وبتبقى كل سنه كده مسنونه من الناحيتين عشان لما يدقوا يلاقي سكته ايه بسرعه تمشي بسرعه. فبيعملوا ايه؟ كانوا بيخرموا المكان المسمار باجنه في الاول وبعدين يخرموا ايد المصلوب ويدقوا عشان المسمار يجري. مع كل دقه الدقه دي كانت بتسمع فين؟ في العذراء مريم، عذراء متالمه. لم يوجد في تاريخ البشرية كله من احتمل المرار مثل ما احتملت العذراء. كان الدرس. وبعدين يقولوا ان بعد ما شالوا اكليل الشوك من على راس المسيح كنوع من السخرية قدموه للعذراء على حتة خشبة كده، قالوا خدي تاج الملوكية بتاع ابنك. بيقولوا العذراء همت إن كانت هتمسك في الشوك وتحطه على راسها، لولا المريمات حاشوا عنها. أنا عايز أقول العذراء المتألمة يجوز في نفسك إيه؟ سيف. كلمة الأخيرة عشان ما نأخركوش، العذراء المتألمة في شفاعتها. يعني إيه شفاعتها؟ إحنا بنقول بشفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا رب إيه؟ أنعم لنا بغفران خطايانا. ما كفرناش مش كده ولا ايه؟ تلاقي واحد كده يقول لك انا مسيح بس الشفاعه لنا شفيع واحد عند الله الانسان يسوع المسيح، ما فيش شفيع اخر. يا عم في فرق بين الشفاعه الكفاريه والشفاعه التوسليه. يقول لك لا في حاجه اسمها الشفاعه التوسليه في الكتاب. يا عم ابونا ابراهيم اتشفع من اجل سدوم، تقعد يقول لك وتقول له الست العذراء، يرجع يقول لك تطلع ايه العذراء دي مش بنت 9 زينا؟ حاسب شويه، هي مش ناقصه كمان انك تجرح فيها. وبعد كده اسمع يقول لك العذراء، كان تعبيرات يقولوها كده، يقول لك العذراء زي البيضه، العذراء زي مش عارف. يا حبيبي العذراء مش بيضه، دي العذراء ام الملك، دي العذراء ام الملك، ده جورج واشنطن اول رئيس للولايات المتحده الامريكيه لما عملوا له احتفال حبوا يجلسوه على عرش امريكا، قال لهم هاتوا لي كرسي تاني قبل ما اقعد. ليه؟ هو في 2 رؤساء هيبقوا على امريكا يا جورج واشنطن، هاتوا لي كرسي تاني. جابوا له كرسي تاني، قالوا لمين؟ قال لهم للامه التي صنعت جورج واشنطن، امي تقعد عن يميني. واحنا بنقول جلست الملكه عن يمين الايه؟ عن يمين الملك. لكن العذراء المتالمه ماتت الست العذراء، ويذكر عنها التاريخ ان واحد من اليهود تطوع كده عشان يهين العذراء، وراح حب عاوز يزق صندوق الست العذراء، يقول السلكسار ان ادراعته اتخلعت من جسمه. هي حتى بعد موتها ولغايه النهارده كل اللي بينكروا شفاعتها. صدقوني اول ما طلعت العذراء في الزيتون شيطان تطوع، شيطان مسيحي، شيطان مسيحي، في شياطين مسيحيين جوا الكنائس. تلاقي سيدنا بيعمل مشروع في امان الله يطلع له شيطان كده من شيطان مسيحي ارثوذكسي، ويمكن يكون شيطان شماس يلبس بدرشين، يقول لك اللي بيعمله سيدنا غلط
وعندي 100 دليل ودليل. يا حبيبي انت مش عارف حاجه، لكن ما تعلقوش على الحته دي وفوتوها للشمس يمسكوني انا هتحمر سيدنا. يعني المهم، يعني الشيطان المسيحي ده عامل لي لما طلعت زهره العذراء في الزيتون طلع كتيب كده، انا شفته شياطين تظهر على كنيسه العذراء بالزيتون. هي ناقصه، هي العذراء ناقصه الم، هي ناقصه مرار، هي ناقصه تجارب. بلاش دي ودي. من كام سنه، سنه 79 تقريبا، سمعنا عن حريق، كان ربنا يحافظ على كل الكنائس، حريق كنيسه العذراء في سوهاج. حصل ولا ما حصلش؟ يا عذراء بيحرقوا بيتك، هي ناقصه الم، والعذراء ستظل تتالم كل اعتداء على اسمها، كل نكران لشفاعتها، كل اعتداء على كنيستها بيزيد العذراء ألم بعد ألم، لأنه يجوز في نفسك إيه؟ سيف. يا أحبائي، أنا أم العذراء، أم حبيبي، أم الله، أطلب شفاعتها لنا جميعا. يحفظنا المسيح إلهنا بشفاعة أمنا العذراء مريم التي احتملت المرار والضيق، نجوز في الضيق معها، نتعزى بتعزيات الروح القدس التي هي ليست بقليلة، يسكب علينا بلسان من جلعاد ودهن مهراق من يافا، يرتب قلوبنا كما رتب قلب العذراء بالتعزيات الخلاصية، بالتعزيات الشفاعية، بالتعزيات السمائية، بالتعزيات الروحية. يعطيني ويعطيكم بصلوات أبينا حضر صاحب النيافة حبرنا الطاهر أنبا شاروبيم ولربنا